للمزيد من المتابعه تنضم الينا مباشره من موسكو مراسلتنا اريج محمد. مرحبا بك من جديد اريج. اذا هل صدر اي موقف مستجد من قبل الطرف الروسي حول استهداف مباني حكوميه في الداخل الاوكراني؟ ميشا، ما زلنا في انتظار موقف روسي رسمي يصدر عن وزارة الدفاع الروسية فيما يتعلق بالتطورات التي تتحدث عنها أوكرانيا والتي تقصد من ورائها استهدافا روسيا لمواقع إدارية وحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا في حال إذا ما تأكد ذلك من قبل الجانب الروسي فسيكون سابقة من نوعها وسيكون إجراء وتصعيدا عسكريا روسيا يطال هذه المواقع للمرة الأولى، وذلك بعد أن استهدفت القوات الروسية في الفترة السابقة مرافق حيوية ربطتها بسير العمليات القتالية بين روسيا وأوكرانيا في الأراضي الأوكرانية. طبعا يأتي ذلك أيضا ميشا وسط تصعيد روسي من مواقفها التحذيرية فيما يتعلق بإمكانيات توريد منظومات دفاع جوي متطورة للجانب الأوكراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تحدث عنه عضو في مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا للبرلمان المسؤول عن الشؤون الدفاعية. طبعا أشار إلى أن ربما يكون ذلك خطوة باتجاه نقل الصراع بين والمواجهة بين روسيا وحلف الناتو، وهو ما تحذر موسكو في الفترة الماضية على امتداد الفترة الماضية من مغبة حصوله وحدوثه، لما في ذلك من تصعيد موسكو ستضطر للرد على كل هذه الإجراءات التصعيدية كما تصفها، ستضطر للرد طبعا عسكريا وتقنيا قبل أي إجراءات أخرى. فيما يتعلق بالمستجدات اليوم ونحن بانتظار الموقف الرسمي الروسي، ربما يأتي أيضا في سياق طبعا ما شهدناه في الفترة السابقة من استهداف أوكراني مكثف لأراض روسية بما في ذلك في المقاطعات القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية، بما في ذلك طبعا ما طال منها بالمسيرات الأوكرانية لقاعدتين جويتين تقعان على بعد مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة بين البلدين، بالإضافة طبعا إلى التهديد المستمر الصادر عن الجانب الأوكراني بالنسبة لشبه جزيرة القرم. نعم، شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا أريج محمد.